فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإنه حسبنا ونعم الوكيل. فإنه سبحانه حسبنا أي كافينا، حسبي الله أي كافيني الله. فإنه حسبنا، هذه كلمة عظيمة. وتأمل رحمك الله كيف المصنف يقول إنه حسبنا، جعل أمر الإخلاص وأمر النفع في علمه وكونه يوجب الفوز أمر عظيم، ما يمكن أن يكون إلا بهم عظيم لا يكفينا إياه إلا الله عز وجل. فقال فإنه حسبنا يكافينا ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وهذا الوصف وصفه من نفسه بكونه وكيلا فهو نعم الوكيل. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. وهذه الكلمة عظيمة، قال إبراهيم حين ألقي في النار فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. حسبنا الله في الإخلاص للعلم، وتوكلنا على الله في الإخلاص فيه فهو نعم الوكيل، وحسبنا الله في الانتفاع بالعلم، وحسبنا الله في نشر العلم، وحسبنا الله في إصابة الحق فيه ونحو ذلك. هذا كله حسبنا الله فيه ونعم الوكيل، فهو المتوكل بذلك والمتكفل به سبحانه ولا يقدر عليه غيره. نعم.